السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتناول المنهج ومنهج النقد الثقافي. الكثير من الطلبة قد لا يكونون تعرفوا على هذا المنهج أو حتى أشار لهم أحدهم به من الأساتذة، وسنبين هذا المنهج الذي ينحو منحا آخر غير المناهج النقدية التي ذكرناها سابقا. بالنسبة للمنهج الثقافي، نشأته كانت الإرساسات الأولى مع القرن الثامن عشر، حيث بدأت النظرة الثقافية تهيمن على الكثير من الخطابات والنصوص. وجدنا أسماء كبيرة كتبت عن الثقافة والعولمة، عن الثقافة والسياسة، عن غيرها من الموضوعات، ومنهم إدوارد سعيد. وبعدين نالت هذه الرؤية أو الكتابات عند العرب، عند الغزاة بشكل خاص، أهمية كبيرة. المنهج النقد الثقافي عكس المنهج البنيوي وغيره، بينادي أنه ننظر إلى الخطاب في سياقاته المختلفة الأيديولوجية والفكرية والاجتماعية، ونتعمق في النصوص ونحاول أنه نجد أو البحث بعمق في جوانب يغفلها المتلقي والناقد، وهي جوانب تتخفى خلف الجماليات التي تملأ النص. فإنه الفكرة الأساسية لهذا المنهج إنه هو بينحو منحى آخر. إذا إحنا كل المناهج اللي تحدثنا عنها تبحث في جماليات النص الأدبي، لا، مفهوم النقد الثقافي بيصير في اتجاه آخر، إنه إحنا في خلال بحثنا في المناهج الجمالية نبحث عن الجماليات، وفي أمور كتير بيغفلها القارئ عند البحث في الجماليات، إنه كتير من الأنساق الثقافية والأفكار والمعتقدات تمرر خلال الخطاب الجمالي، وبتصبح مع الوقت شيء عادي، وممكن إنها تصير جزء من حياة حياة المتلقين بشكل طبيعي مع الوقت، لأنه التكرار بيخليها إشي اعتيادي. فالنقد الثقافي يدرس النص لا من الناحية الجمالية، بل من حيث علاقته بالأيديولوجيات والمؤثرات التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية، ويقوم بالكشف عنها وتحليلها بعد عملية التشريح النصية. يعني هذه أهميته، مش الجمالي، المؤثرات الأيديولوجية التاريخية السياسية الاجتماعية. أو بمعنى آخر، منهجية تدرس النص أو الخطاب بغض النظر عن كونه شعرا أو كلاما شعبيا أو غير ذلك، فيقوم بتحليله لكشف أنظمته العقلية وغير العقلية بتعقيداتها وتعرضاتها. يعني هو ببحث بنظرة غير مغيبة، بنظرة عميقة، تبحث إيش بيحتوي النص من أنساق ثقافية، سواء تمررت بشكل علني أو بشكل مخفي خلف الخطاب. بشكل مخفي خلف الخطاب حنتحدث عنها ذاتيا. الرؤية التي يقوم عليها النقد الثقافي، يهدف النقد الثقافي إلى تقويض البلاغة والنقد معا، أو بمعنى آخر هو يحاول كسر هيمنة الدراسة الجمالية على النصوص الأدبية. ليش؟ لأنه بيهدف إلى بناء منهجية جديدة في النقد والتحليل، وذلك من خلال رؤية تبحث في الأنساق الثقافية المدمرة في الخطاب أو النصوص، ودراستها في سياقها الثقافي والاجتماعي والتاريخي والمؤسساتي فهما وتفسيرا. واللي هو طوي وضحنا أنه هي بتبحثش في النسق الواضح بشكل عام، وبتبحث في الأفكار اللي بتمرر خلال الخطاب، وعادة هي أنساق مدمرة بمعنى مخفية. كيف؟ مخفية وراء الجماليات التي تملأ النصوص، فبتخلي كأنه أو بتغيب المتلقي عن رؤيتها. ولازم المتلقي يكون واعي جدا، ومش قصده الاستمتاع فقط، لا، يكون حريص وواعي لما يمرر من أفكار خلال النص. محددات النقد الثقافي، طبعا احنا ذكرنا انه الدكتور عبد الله الغزامي كان من ابرز الرواد والمنادين بهذا المنهج. قال انه المنهجية النقد الثقافي تقوم على اعادة النظر في اسئلة الجمال وشروطه وانواع الخطابات التي تمثله من جهة، ومن جهة ثانية لابد من الاتجاه الى كشف عيوب الجمال والافصاح عما هو قبحي. الخطاب القبحي اللي هو الأفكار السيئة اللي بتمرر، أو الأفكار السلبية، أو الأفكار اللي بتتعارض مع مبادئ المجتمع والدين
والأخلاق ومعاهده خاصة في مجتمعاتنا العربية. وكما أن لدينا نظريات عن الجماليات، فإنه لابد أن توجد نظريات في القبحيات، أي في عيوب الجمال وعلله، وهي نوع من علم العلل كما في مصطلح الحديث. مرتكز النقد الثقافي ينبني النقد الثقافي على نظرية الأنساق المضمرة، هي سبق ذكرناها أمامكم أكثر من مرة. فالنسق المضمر عبارة عن نسق ثقافي وتاريخي يتكون عبر البيئة الثقافية والحضارية، وهو يتقن الاختفاء والتخفي تحت عباءة النصوص، وله دور في توجيه عقلية الثقافة وذائقتها ورسم سيرتها الذهنية والجمالية. كيف بيتم ذلك؟ إحنا لما بنتعامل مع نص أدبي، كثير من الأمور الفكرية والثقافية ممكن تكون مبررة خلال الخطاب، سواء عن الأنثى، عن الذكر، عن المجتمعات، عن فكرة معينة أو تصور معين حول شخص أو بيئة أو جماعة أو خلاف، وحتى في اللباس، حتى في طريقة التفكير، طريقة الحكي. فخلال الخطاب نجد إنه إحنا بنغفل عن هاي الفكرة، وبس بتمرر إلنا إحنا بنتلقاها، ومع الوقت بنتلقاها بأكثر من نص، حتى تصير بنتلقاها بأكثر من مستقرة لدينا، وحنحكي عن أمثلة عن ذلك. عيوب النقد الثقافي، لعل عيوب النقد الثقافي تتمثل في جانب الرؤية. كيف الرؤية؟ إنه هو زي المناهج الجمالية، يا بنروح جماليا ندرس كل الجماليات اللي في النص، يا هو بده ينحي المنحى المخالف اللي هو يدرس النص بس في البحث عن قبحياته، بس في البحث عن النساق المضمرة فيه، بعيدا عن تلمس ذائقة الجمال وما يوجد في النص من جماليات. والأجدى كان إنه إحنا نحاول، لأنه اللي هيدرس المنهج الثقافي هيفهم كيف النقد الثقافي سلط الضوء على الكثير من الأفكار والمعتقدات والأيديولوجية الاجتماعية والتاريخية والفكرية اللي بتتمرر في خطابات كتير أجنبية وعربية، وإحنا بنتلقاها بشكل تلقائي وإرادي وما بنتعامل معها بشكل صحيح، ومع الوقت تصبح سائدة وثابتة لدينا. فهو الأجدى أنه يصير في عندنا دراسة جمالية نفس الوقت نقدية ثقافية، يعني نبرز الجمالي ونبرز القبحي معا. بالنسبة للأمثلة على النسق المضمر أو على الدراسة اللي بنبحث عنها، مثلا شخصية رجل الدين، لو تعاملنا مع كثير من النصوص خاصة يمكن تظهر في الروايات المصرية وروايات الخليج، إنه حتى التصور لشخصية رجل الدين بتكون عبارة عن شو؟ لابس عمة، لابس جلابية، له ذقن طويل، وهي الأمور. وهذا بالفعل مش شرط الأيام أثبتت أو الوجود حاليا إنه مش شرط رجل الدين بهاي الفكر. كمان هذه الصورة بيروحوا بصوروها اللي هي المفروض إنها شخصية رجل الدين، بنلاقي إنه أعمال كتير لما بتوصف الإرهابي، حتى الأعمال العربية توصفه بشخصية رجل الدين، مع إنه مش شرط، لأنه برضه أثبتنا عكس ذلك، حتى الشخصيات اللي دخلت في داعش كان أغلبها أجانب، كثير منها من أجانب، ومن الأجانب اللي بيعانوا عقد نفسية وهم مجرمين وطردتهم بلادهم، لفظتهم على سوريا والعراق وغيرها. فهذه الشخصية طريقة رسمها صارت متكررة في الروايات العربية بشكل خاص، حتى أصبحت نسق ثابت لدينا. شخصية الأجنبي، دائما بيرسموا لنا شخصية الأجنبي وبلاد الغرب، رؤيتنا للغرب إنهم أحسن الناس، إنهم متعلمين، إنهم فكرهم منفتح، فهذا الانفتاح إحنا فقدينه عنا، فهم شخصية نحن نتمنى أن نكون مثلها، ونتمنى أن نسافر إلى الغرب ونبتعد عن بلاد العرب لأنها بلاد الحرية، بلاد الغرب. والأيام والأوقات واللي بيصير حوالينا بيثبت العكس، لا هم بلاد الديمقراطية ولا هم بلاد الحرية، ولا عندهم كثير من العقد النفسية وعندهم كثير من المشكلات، وبدأت تظهر ظواهر منافية لنا. وهذا الجانب بمرر في رواياتنا للأسف العربية، وإحنا بنصادق عليه وما بنخالفه. فهي الفكرة في النسق المضمر لازم دراسته في النقد الثقافي، ونحن ننادي إنه يكون جنبا إلى جنب إلى الدراسة الجمالية، يعني ندرس جمالي، ولما نلاقي هيك أمور نوضحها
وشكرا لاستماعكم، إن شاء الله بنلتقي بمنهج آخر. يعطيكم ألف عافية.